السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نصاوبوا حلوة معسلة لشهر رمضان بطريقة جد سريعة وسهلة. والمقادير اللي غادي نحتاجوا فيها جوج كيسان ديال الدقيق، جوج كيسان ديال الاتا ديال الدقيق، ويمكن لكم نتوما تضاعفوا المقادير. بالنسبة لجوج كيسان ديال الدقيق غادي نوضع قرصة الملح، وغادي نزيد نصف ملعقة ديال القرفة مسحوقة أو الغبرة. غادي نخلطوا العناصر الجافة مع بعضياتها مزيان، ومن بعد ذلك غادي نضيفوا الزبدة مقدار ديال 60 حتى 80 غرام. غادي نخلطوها مزيان، غادي نقطعوها طريفات وغادي نخلطوها مزيان مع الطحين. غادي نضيفو عندي هنايا ربع كاس ديال الحليب، غادي نضيفوه بالتدريج ونخلطو مزيان، وغادي نحصلو على عجينة متماسكة وماشي قاصحة، يعني شي رطبة. وغادي ندلكو مزيان. وانا بالنسبة لجوج كيسان ديال الدقيق ضفت غير ربع كاس ديال الحليب، وجنت العجينة مزيان، دلكتها مزيان. من بعد ما دلكنا العجينه مزيان، انتما كما كتشوفوا في الصوره حصلنا على هذه النتيجه. غادي نوضعوها في البلاستيك راب، وغادي نحطوها في الثلاجه ترتاح لمده ربع ساعه. من بعد ما العجينه ديالنا ارتاحت في الثلاجه لمده ربع ساعه، غناخذوها ونقسموها على جوج، وغادي نحطوها في المكان اللي غادي نخدموا فيه. غادي نرشوا بالدقيق وغادي نسرحوها بالمدلك حتى تولي لنا رقيقه بزاف. من بعد ما سرحنا العجينه ديالنا وطلقناها، وكما ذكرت سابقا خاصها تكون رقيقه بزاف، غادي ناخذوا المطبع ديالنا اولا كاس، وغادي نطبعوهم على الشكل الدائري كما كتشوفوا في الصوره. وغادي نسالوا بالطبع العجين، وغادي نحيدوا داك العجينه الزائده. غادي ناخذ الدوائر نتاعنا، وغادي نجيبو جراره وناخذ خطوط ونديرو خطوط على هذاك الشكل، وغادي نلويو، ناخذو من الجنب نلويو بحال هذا الشكل هذا، ونقرصوهم من الجناب باش ما تنزلناش العجينه فاش غادي نقليوها، وكنحصلو على هذا الشكل. غادي نعاود وحده اخرى، وبنفس الطريقه ناخذ العجينه اللي قطعنا دائريه
وغادي ناخذ الجره بطريقه مائله مائل يعني ان نديرو خطوط وغادي نفتحوهم بيدينا وعاد نلويو هاد العجينه او الشكل الدائري نلويوه كما كتشوفوا في الصوره وغادي نقرصوهم في الجناب باش ما غاديش تحلنا من حيث نقليوها. من بعد ما كملت العجينه كلها حصلنا على هاد الاشكال كما كتشوفوا في الصوره وخليتهم يرتاحوا لمده 5 دقائق وضعت الزيت على النار على ما سخنات وغادي ناخذوا هاد الاشكال باش تقلى في الزيت على بجوج جهات حتى تولي وحتى يوليو محمرين. من بعد ذلك غادي نوضعهم في العسل نطفيهم في العسل وغادي نخليهم شي شويه في العسل ومن بعد ذلك غادي نسقطرهم من داك العسل في شبكه. وهاد الحلوه كتجي جد رائعه وفي نفس الوقت هشه لانها مخدومه بالزبده وكنتمنى ان الشواء او الحلوه ديال اليوم تنال اعجابكم وما تنساوش تشاركونا وما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم ولكن عندكم شي اقتراح مرحبا بكم. رمضان سعيد ورمضان كريم. بسلامة وشكرا. باي.